السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا. اليوم في الجو مشمس وربيعي وجميل كنقدم لكم اشواق. هضري معايا واش دابا بديتي؟ السلام عليكم. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده وفي تمام الصحه والعافيه. الفيديو فين بلا حتى الغدا. المهم اللي بغينا نقول لكم واللي بغينا نشارك معكم في هذا الفيديو، دابا راه بديتي فيديو. صافي يلا كمل. اللي بغينا نشارك معكم في هذا الفيديو هي اول خلصه اولا شحال الربح ديالنا من القناه، وهي باقه صغيره ويلا في البدايه ديالها. يعني شحال شدينا ديال الربح؟ شحال شدينا؟ شحال كانت القيمه ديالو؟ هي القيمه ديال الربح ديال تقريبا مع الاسف للاسف مازال ما حققنا حتى شي ربح من هذه القناه. باقي القناه ما تقبلات. ماشي ما تقبلاتش، هي كانت هذا هو اللي جعلني باش نهضر معكم في هذا الفيديو بالذات ان شاء الله، باش نعطيكم الاخطاء اللي طحت فيها وما بغيتكمش نتوما توقعوا فيها. الناس اللي يعني غادي بادين يلا في الاول ومازال ما كملوش الشروط ديال اليوتيوب، خصوصا كاين تحديثات من الاداره ديال اليوتيوب، باش نعطيكم النصيحه انا واشواق باش ما تطيحوش في نفس الوقت. انا ثلاثه المرات وانا كندفع الطلب الاولي تقبل حتى ولينا كنجمعوا داك الدولار اللي كيكون، والثاني فوقاش الثاني دفعنا وما تقبلش، عاوتاني راه دفعنا الطلب. المهم اخوتي خلينا ندير باش ما يجيش الشرطه حيت حنا برا حنا برا ديال النصيحة الأولى خوتي هو أنه التحديث اللي دارت الإدارة ديال اليوتيوب هو أنك أي فيديو مكرر يعني تم يعني تنزل في القنوات بزاف، يعني أي فيديو يعني مثلا تنزل عندي ولا تنزل عندها ما يمكنكش تحطو، واخا ما يكونش عليه حقوق الطبع والنشر. واخا ما يكونش عليه حقوق الطبع والنشر كنصحك ما تحطش، حط غير ديالك، يعني يكون المحتوى ديالك. ما يكونش وخليني نشرح لهم باش يفهموني الخطا اللي وقعت فيه. خوتي راه الخطا اللي وقعت فيه انا راه الاعصاب وحقرب، يعني حتى تقبلات لي القناه. دابا حنا كنا حاطين واحد الفيلم، حاطين كنت حاط مسلسل كنت كنحطو كنت كنحطو وحيدتو، قالوا لي عليه حقوق الطبع، هذاك عليه حقوق ماشي مشكل، قلنا هذه ماشي مشكل، حطينا فيلم الثاني ياك. اي هذا فيلم، فيلم معروف راه فيه ثلاثه ديال الاجزاء، ولكن حطينا واحد تبارك الله هو جمع لنا في المشاهدات بزاف. طلعنا في واحد المشاهدات الصوره ديالو هنا وغتشوفوا شحال المشاهدات. غادي تشوفوا هنا فوق الراس ديال الاشواق يعني طلع واحد الصوره 44000، تصور 44000 مشاهده، وحنا القناه ديالنا باقه صغيره، يعني الفيديو الوحيد اللي يعني هو اللي النص ديال السويع هو اللي خداهم، يعني ملي رسلنا وكنطلبوا الطاره مره الثانيه الثالثه. دابا حنا شنو وقع لنا اول مره رسلنا؟ حيت ما قلتش لهمش هذه اول مره رسلنا الطلب، فاش وصلنا 4000 ساعه و1000 ابوني تقبلات القناه، حيت كان باقي هذا القانون ما خرج. الا كنتو لاحظتوا راه كانوا لي فيديو ديالنا كيطلعوا فيهم الاشهارات، لحقاش ولات كتحقق الربح. اي راه كانوا كيطلعوا ديك الساعه، كنا ديك الساعات في المرحله ديال الدولار، يعني صافي ملي غتجمع 10 دولار المهم القناه تقبلات ما فيها حتى شي مشكل. من بعد ما عقلتش شحال دازت مده، واش من بعد داز 16 يوم داز شي شهر تقريبا. ايوا وقيلا شهر ولا بحال هكا، وحنا راه كنجمعوا في الدولار. خرج يمكن هذا القانون وصافي وحيدوا ورجعوا قالوا لنا بدي القناه ديالكم في المراجعه، لقينا بلي يعني ما كتنطبقش مع السياسه ديال اليوتيوب وما غاديش مع التحديث اللي داروا اليوتيوب. ما يمكنكمش تحققوا الربح، صافي يعني جات القناه ديالنا ما مقبولاش، كاننا ما مقبولاش. وكنصحكم علاش؟ 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 لان لحقاش لقات المحتوى ديالكم بعض الفيديوهات معاد الاستخدام ديالو ماشي عليه حقوق، يعني كانوا شي قنوات الاصل حطوهم وما يمكنش. وهذا الخطا اللي ما بغيتكمش تطيحوا فيه هو انك ما تحطش شي فيديو من غير فيديو ديالك. الا بغيتي دير مثلا شي حاجه مثلا الطبخ، سير تفرج في شي وحده يعني عندها قناه كبيره ودير الطريقه، ولكن بطريقتك انت ولا انت راه غتصنع فيديو بسيط
وغدير واحد العنوان وتحطو عادي، يعني ما غاديش دير تهز منها ويجيك حقوق الطبع ولا يقول لك مكرم. من بعد غتندم، وخا تجمع 4000 ساعة من بعد غتندم، راه وقعت في هذا المشكل، راه دابا تنعاود بحالي كنعاود من الاول. وحنا كنا صافي ما كناش خدامين على القناه، مخليينها شفنا الفيلم طلع عقلنا حتى طلع و يعني تستقبل على الاقل، وديك الساعه نبقاو نديرو الفيديو ديالنا وعاد نخدمو على القناه. كيف ما كتشوفوا ما كنحطوش الفيديو بزاف، ما عندناش الوقت. صافي يعني كنا ماشي مشكل حتى تقبل، وان شاء الله نبقاو نصورو وهادي وهادي. ولكن دابا يعني خاصنا ضروري نبقاو نصورو، ضروري خاصنا نخدمو على القناه ان شاء الله تشوفوا الجديد ديالنا. واهم حاجه يعني هما يكونوا عندنا متابعين ديالنا اللي حنا باغيننا، وداك الشيء ان شاء الله يا ربي. حنا ماشي شي حاجه، المهم حنا بغينا يكونوا عندنا متابعين ديالنا اللي كيبغيونا واللي كيشاهدنا ديما. ولكن صراحه كنفرحوا ملي كنلقاو لي كومونتير من عندكم بلي متابعينا، ملي كتصيفطوا لنا علاش ما حطيتوش الجديد، بغينا نشوفوا فيديو جديد ديالكم. علاش كتغبروا؟ واخا يعني متابعين قليل، ولكن شي حاجه اللي كتخليك تصوب فيديوهات، دير فيديوهات واخا ما عندكش الوقت دير لهم وقت. وان شاء الله حنا دابا مع الخدمه مع كلشي، ولكن ان شاء الله غادي نحاولوا نبقاو نديروا على الاقل جوج لي فيديو في الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بشكل مرتب، يعني ما نبقاوش نغبروا. وهذا ما كان. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا، يعني غادي نعطيكم 10 ديال النصائح باش تنجح لك القناه ديالك يعني بلا مشاكل بلا صداع. اول شيء هو يكون عندك المحتوى زوين، يعني تخدم على حاجه واحده، مثلا الطبخ تخدم على الطبخ، مثلا غادي تخدم على لي فلوغ تخدم على لي فلوغ، وغادي تبع داك المجال غير داك ما بين قوسين. ثاني حاجه هو انك يعني ما تعتمدش على سميتو ديال شنو سميتو. ثاني حاجه عفوا، ملي تبغي تنزل اي فيديو مثلا حاول دير الصوره اللي كتكون ديال المصغره تكون بالصفر، حيت الاي العين ديالنا كتمشي ديما للون الاصفر، هو اللي كيثير وكيخلي المشاهد باش يدخل القناه. ثالث حاجه يكون عنوان، العنوان خصك دير داك المفتاح، تقسم داك العنوان وتعرف يعني تختار عنوان مناسب بحال القنوات الاخرين، يعني مثلا بشي طبخ شوف شي ماكله بحال الطاجين، كتب الطاجين مثلا واختار داك اللي طلع فيه بزاف ديال اللي فيه هزو انت وديرو في المر، يعني دير نفس العنوان. وثالث حاجه هو انك دير الرفع ديال الفيديو، راه كلشي كيعرفو غادي تبقى الطاقي راه كاين في الوصف وكاين حتى في الطاق، اللي مازال ما كيعرفوش راه يقول لنا في الكومونتير. واهم حاجه الا كان بامكانكم ما كاينش مشكل ان تبان، يعني الانسان فاش كيبان كيكون عنده متابعين اكثر، يعني يبان هو كشخص، يبان وجهه، حيت كنشوف بزاف ديال القنوات حتى هما ما كينجحوش، ولكن يعني باش تخليك انك القناه ديالك تنجح اكثر، يعني انك تبان نتايا في القناه، يعني بحال هكا ما تبانش هكا، تبانش هكا دير بديك اللعبه ديالها صافي حماضينا شويه الحامض شويه ديال اللبزه. يعني كتقصد ليكم يعني الانسان ضروري خصو يكون باين، يعني سواء كانت بنت الا ما كنتيش كتباني مثلا، ما بغيتيش تباني بالحجاب ديالك، بالحجاب ديالك مثلا عادي بين غير مثلا، حتى ما بغاش تبين وجهها دير النقاب، واخا هي ما كديروش برا مثلا، ما بغاش تبان في الجمهور وهذه ديال النقاب تطرق وجهها، ولكن يعني هذه شي حاجه اللي غتخليك فاش كتبان انت تبدل عليها الحال. ملي كتبان انت شخصيا كشخص وكيعرفوا هذا الشخص، ممكن كاين اللي غيتابعك انت كشخص ماشي من المحتوى. واخا نحبسو غادي تخنقت. المهم اخوتي نعطيكم شي نصائح. انا اللي كنت كندرس من قبل بعدا هضرتي عاد عطيت النصائح ديالك، تا ما بغيتيش تسالي من النصائح. والله الا تخنقت اخوتي. شنو كنت كنقول؟ كنت بغيت نقول باللي يعني الا كانوا متبعينك كاين المتتبعين اللي غيتبعوك انت كشخص من غير المحتوى، وعاد كاين اللي غيتبع المحتوى وغيتبعك انت كشخص، يعني غادي تكون غتزيد الحضور باش يكون عندك متابعين اكثر. هادشي اللي بغيت نقول لكم، ودابا خليو في السياسه ونعطيكم اختصار واحد يقول لكم نصائح كمالة خلينا نهضروا يلا بليده. النصيحه اخوتي اللي غنصحكم، كاين واحد الحاجه
اللي كيتعذبوا لا هو نتبادل معاك في عوض ما تكون تبادل وتبادل وتبادل لا هو هذا اللي جي كاين اللي ما كيديرلكش كاع سبسكرايب وانك تكسب واحد البطاقه الفيزا ودير ترويج لراسك في اليوتيوب. كاينين الشركه كاينين الدراري كيعرفوا ما تعرفش ما عندكش فيزا احسن تسول ودير راسك الاحسن تسول عليك اقتصادي اما أيه. هما يعني ضروري كيزيدوا ماشي... خدمتهم اي ماشي شي حاجه باش نعطيهم اختصار ماشي شي حاجه المهم تروجها في الفيسبوك في الانستغرام او اليوتيوب وعندك حتى تويتر اكثر مشاهده في الدول العربيه تويتر والانستغرام هذا كيتبع على الفيسبوك خلي اليوتيوب عاوتاني من جهه هذه حاجه حاجه ثانيه هو انك نعاد غنطبقوا النصائح اللي كنصحوا هو انك الاناره كيف ما كتشوفوا الاناره ديال الاضاءه تكون كاريتي تفي يعني الا كان عندك التليفون حاول ما امكن تلعب بسيط بالاناره يعني يكون وجهك صافي باش كيتير ملي كتكون الكاليتي زوينه راه سيدخل عندك مباشره اي واحد اي مشاهد يدخل باش يتفرج فيك. ثالث حاجه هو انك تهضر على شي موضوع من الناس هي كتحب بزاف باش هو يدخل وحتى العنوان راه كيلعب الدور بزاف اخوتي وهذا ما كان هادشي اللي هادشي اللي كاين حيت كاينين بزاف ديال الاسرار ديال اليوتيوب باش تنجح لك قناه ما يمكنليش نهضر فيها بزاف باش نطول اهم حاجه هي انك تبقى تحت ديما جديد واهم كما قالت لكم اسواق يعني يوميا علاش حنايا علاش حنايا ما كنحطوش بزاف حيت كان الظروف ديال العمل ما كانت يعني ديما كتدير النهار وكورونا يعني كيكون عندنا نهار وكورونا داك النهار وكورونا مرة كاين بزاف ان شاء الله راه جيل جديد ما غاديش دابا تشوفوا الجديد ان شاء الله تشوف شي حاجه واعره واليوم راه صورنا فلوغ انا واسواق ان شاء الله دابا نحطوه لكم دابا نحطوه لكم فلوغ على واحد القلعه اخرى يعني شي حاجه بسيطه راه كاين بزاف ديال الجريده زوينه الكاميرا وكنهضروا كلشي كيقولوا لنا باش تقول لهم باش نختموا صافي هادشي اللي كاين ونتمنوا اخوتي اللي بغى اللي عجبو الفيديو ديالنا لايك اللي ما عجبوش يدير ديزلايك لا يدير لايك ماشي مشكل هانيه المهم نتمنى نكونوا عند حسن نكون خفافين على قلوبكم ما تنساش تبرك على داك سبسكرايب اللي تكتب الحمر وتبارطاجي الفيديو وما بارطاجي الفيديو وماكراتش تبارطاجي مع الاصدقاء باش ياخذوا يعني عبره ويستافدوا من هذا الشيء خصوصا الناس اللي بادين بقناه جداد أيه. يعني يعرفوا شنو كاين وهذا ما كان وكنتمنى نكونوا فدناكم ونكونوا خفاف وظرف على قلوبكم وبس خوتي تهلاو حتى الفيديو ان شاء الله.